مع زميل محمد ابو شنب في قصر النيل على ما اعتقد. محمد مساء الخير، الاجواء عندك؟ نعم زميلي العزيز عمرو، مع يعني ما زال المصريون يتوافدون على ميادين مصر، وبالاخص انا هنا في ميدان الأوبرا المصرية، ذاك الميدان الذي شهد فور إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. ما زال المصريون يتفاعلون لهذه الفرحة وهذه الابتسامة وهذه الصورة التي دائما ودوما المصريون هم أصحاب هذا المشهد. هذه الصورة التي خلفي عمرو تؤكد الكثير من أن المصريون طوال الأوقات بقدر الإمكان يحاولون استغلال اللحظات التي تخرج منهم السعادة والابتسامة. هذه المنصة يا عمرو شهدت العديد من الفنانين الشعبيين المصريين، يعني في البداية كان النجم الشعبي محمود الليثي فوق هذه المنصة يحتفل وسط هذه الجمهور، ثم على المنصة الأوكا وأورتيجا، والآن الفنان الشعبي المصري سمسم شهاب. المصريون بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية التي طوال هذه الساعات وهذه الأوقات هي سيدة المشهد وسيدة الفواصل في هذه المنصة. حتى الآن بدأ الأطفال أصحاب هذه النظرة، فالوشوش التي امتلأت بأعلام مصر الملونة على وشوشهم ووجوههم هي أبرز أيضا هذه المشاهد. الاحتفال لم يحدد حتى الآن متى ينتهي، لكنه حدد متى يبدأ، لكن اللحظات والساعات التي نحن مقبلون عليها يؤكد أن طوال الوقت المصريون يفرحون بعد هذا الإعلان بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الصورة لدينا من ميدان الأوبرا، وإليك عمرو إلى الاستوديو.